السلام عليكم. اليوم غنديرو ليكزارسيس 8 باج 36 ماكسيمات دوزيام اني كوليج. ديتيرميني لانفيرس دو شاك نومبر. لانفيرس هو المقلوب، يعني مقلوب العدد. تيكون عندنا الرقم، الا كان عدد كسري تيولي لينا البسط هو المقام، والمقام هو البسط. كان عدد ماشي كسري كنديرو واحد على داك الرقم هذاك. يعني ضروري لانفيرس الا ضربنا الرقم في لانفيرس ديالو كيعطينا واحد. يعني هنايا ا ايكال موان 40 المقلوب ديالها او لانفيرس ديالها هو واحد على ناقص 40، اولا الا درنا ناقص واحد على 40 بحال اما دير واحد على ناقص 40 اولا ناقص واحد على 40. الناقص تكون قدام الشرطه ديال الكسر. يعني المقلوب ملي كنضربو ناقص 40 مضروبه في واحد على ناقص 40 كنختزلو بناقص 40 كيبقى لينا واحد. عندنا ب ايكال ناقص 3.2 هي ناقص واحد على 3.2 كيولي 3.2 في المقام، وواحد كيكون هو البسط. 0.25 هي واحد على 0.25، هذا هو لانفيرس ديالها. عندنا واحد على جوج كتولي لينا جوج هي في البسط، واحد هي في المقام، يعني كتساوي لينا جوج هو لانفيرس. جوج على واحد هي جوج، يعني واحد في المقام ما كنعتبروهش. ناقص 3 على 5 هي ناقص 5 على 3، pardon ناقص 5 على 3. عندنا اف ناقص 1 على 7 هي ناقص 7، لانفيرس ديالها هي ناقص 7. ناقص 7 على 1 هي ناقص 7. فاش كنضربوا ناقص 7 مضروبه في ناقص 1 على 7 كنختزلوا بناقص 7 كتبقى لينا واحد. المقلوب هو لانفيرس الرقم كنشدوه تنقلبوه، هذا هو التمرين. ديتيرميني لانفيرس دو شاك نومبر. واحد المتتبعه طلبات ليا هاد التمرين، وكنتمنى ما تكونش اخرت عليها. وشكرا لكم على الدعم ديالكم، الشجاعه ديالكم. شكرا لكم.